جعل الله تعالى فيه أحكاما متعددة، منها أولا استحباب التكبير في ليلة العيد منذ غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام إلى الصلاة. وصفة التكبير أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كله جائز. وينبغي أن يرفع الإنسان صوته، الرجل صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فلا ترفع أصواتهن بذلك. ثانيا، ينبغي للإنسان قبل أن يخرج إلى العيد أن يأكل تمرات وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات الوتر، فيأكل ثلاثة تمرات أو إيش؟ خمسة تمرات أو سبعة تمرات أو تسعة تمرات حسب ما يشتهي، المهم أن يقطعها على وتر، أن تكون ثلاثا فأكثر ويقطعها على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن يلبس أحسن ثيابه، أن يلبس أحسن ثيابه، وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فلا تلبس الثياب الجميلة إذا كانت تريد أن تخرج إلى مصلى العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات، أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج بثياب تبرج أو متطيبة. رابعا، استحب بعض العلماء أيضا أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد، لأن ذلك مروي عن بعض السلف، ولأن صلاة العيد صلاة عيد فاستحب الغسل لها كصلاة الجمعة، فالناس يجتمعون فيها كما يجتمعون في صلاة الجمعة، فاستحب الاغتسال لذلك. فإذا اغتسل الإنسان كان ذلك جيدا. والمعتكف في هذا وغير المعتكف سواء، فالمعتكف أيضا ينبغي أن يلبس أحسن الثياب، لأن الاعتكاف ينتهي في غروب الشمس ليلة العيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومعلوم أنه متى ثبت دخول شوال فقد انتهى رمضان وانتهت عشره الأخيرة. خامسا، في يوم العيد صلاة العيد، وقد أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة، ومن أحكام العيد يوم العيد أنه تخرج فيه زكاة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل صلاة العيد أو قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين.